المحل اللي تتعرفوا، المحل اللي تتعرفوا على ان المناسبه ديال نهايه السنه مدينه مراكش تعرف اقبال كبير ديال الزوار مغاربه واجانب. ولاية الامن تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للامن الوطني اتخذت واحد المجموعه ديال التدابير الامنيه من اجل تامين المدينه عبر الانتشار والاستباق والوقايه. بحال اللي تلاحظوا على ان المدينه عرفت اقبال كبير، لذلك تنوكبوها باجراءات استباقيه ان شاء الله حتى تمر هذه المناسبه في احسن الظروف.